ومن بين الأسباب اللي يعاني منها النحال بالمنطقة وخصوصا عوين تغمان التي تمتاز بتربية النحل، من بين المشاكل هنالك الأمراض، كثرة الأمراض المتنوعة التي مثلا مثل مرض أو ما يصيب النحل الفاروة، وكذلك يعني قلة المراعي نظرا للظروف المناخية التي تعرفها المنطقة، خصوصا قلة التساقطات وقلة المراعي، هجرة أغلب خلايا النحل، رغم أن الفلاحة بالمنطقة وخصوصا المديرية الإقليمية للفلاحة والمديرية الإقليمية للمياه والغابات تبذل مجهودا في هذا الإطار بمساعدة أغلب مربي النحل إلى من نقول جميعهم، ولكن هناك إشكال يعاني منه النحال بالمنطقة أو بالإقليم أو بالجهة بالأحرى جميعها والمتجلية كما ذكرت سالفا. ومن هذا المنبر كان مشاكل أخرى اللي كتعاني منها مشكل، يعني هناك مشاكل عن مشكل تسويق مثلا في عرض منتوجات، معارض أصبحت قليلة مع وباء كورونا المنتشر، يعني مشكل تسويق، مشكل عويص، مشكل البعد عن مهرجانات الوطن مثلا، عندما تريد أن تذهب من منطقة أخرى هناك معاناة يعانيها النحال، لأن يعني أنتم كنطالبوا بإيجاد فرص للعرض ديالكم. نعم، احنا كنطالبوا بإيجاد فرص للعرض ديالنا أكثر، ونطالبوا من الجهات المعنية جميع الشركاء في القطاع الفلاحي يساعدونا في هذا الجانب هذا، لأن أغلب التعاونيات إذا كان هناك رئيس وخمس أعضاء أو ستة أو 13، هناك عائلات يعني كبيرة منضوية تحت لواء هذه التعاونية أو الفيدرالية، مثلا الفيدرالية التي نحن تحت لوائها تضم أكثر من 120 تعاونية منخرطة. كل تعاونية إن لم نقول عندها مثلا 120 إلى 200 إلى 300 إلى 400 صندوق، يعني هناك إشكال كبير وجب من جميع المسؤولين على هذا الجانب الانتباه له. قلت عوين تغمان تمتاز بأجود أنواع العسل وهو عسل الدغموس، وهناك عسل الربيع، وهناك يعني تقريبا إن لم نقول جميع أنواع العسل بالمنطقة، ولكن ما تمتاز به عوين تغمان إقليم أصل الزك تمتاز بأجود أنواع العسل كما قلت سالفا، وهي عسل الدغموس، وهو الآن اللي كنشوفوا معرض عن هنا مثلا، هذه التعاونية هناك عسل الدغموس، هذه إحدى التعاونيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية. اللي كتكلموا على المرعى، شنو هما الأعشاب اللي خالدين بالمنطقة؟ هناك الربيع، الزعتر، الدغموس كما قلت، الصبار، أكناري في الموسم جني الثمار، أكناري الورقة يخدم عليها النحل، العكاية، النخال من اللواحات، أغلبية